نفتتح هذا النقاش بانضمام ضيفي من الخرطوم مرتضى ابراهيم بابكر مساعد الامين العام لحزب الامه القومي وعضو المكتب السياسي بالحزب، معي ايضا من الخرطوم محمد سيد احمد مقرر المجلس القيادي لنداء السودان والمنسق العام للجبهه الثوريه ورئيس مسار الشمال. اهلا ومرحبا بكما. ابدا معك سيد مرتضى. سيد مرتضى، ما الذي ينتظر السودان بعدما تم الاعلان عنه يوم امس؟ واخذين بعين الاعتبار يعني هذه المواقف المتباينه ما بين موافق ومعارض وحتى متحفظ. مرحبا، شكرا لك عزيزتي الفاضله، وانا سعيد جدا عن وجودي في قناه القد. وابتداء انا بترحم على شهداء الثوره العظيمه، ترحم على الثوره شهداء الثوره، واتمنى الشفاء العاجل للجرحى، واتمنى لسوداننا الحبيب ان يمشي قدما في طريق الديمقراطيه والحريه والسلام والعداله. حقيقه يعني الاتفاق الاطاري بالامس تم بين الفريق البرهان والدكتور عبد الله حمدوك. حقيقه في تقديرنا انه هذا اتفاق ثنائي، يعني لا يمثل يعني الشارع السوداني، ولا يمثل الشباب، ولا يمثل يعني منادات الثوار. وكان يعني الثوار حقيقه يعني كان يحملون صوره عبد الله حمدوك على اعناق لصموده مدة شهر كامل وهو رافض يعني إلا عودة ما قبل الانقلاب. وتفاجأنا حقيقة عندما أتى هذا الاتفاق الثنائي، ونفتكر أنه يعني لا يمثلنا ولا يمثل الثوار. لماذا سيد مرتضى وهو في فحواه يعني مستند إلى الوثيقة الدستورية بكل ما تم الإعلان عنه يوم أمس؟ أيوة يعني مستند على الوثيقة الدستورية، لكن تجاهل قضايا كثيرة جدا وأساسية، يعني تجاهل الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية وهي الشريك للشق العسكري. الوثيقة الدستورية دي قامت على شراكة بين المكون المدني والمكون العسكري. كان من المهم جدا ان تلتقي الحريه والتغيير مع المكون العسكري ووجود عبد الله حمدوك، لكن هنا حصل تجاوز وشرعنا للانقلاب، والمساله مشت في طريق عوده عبد الله حمدوك. طيب سيد محمد أرحب بك من جديد، يعني ما رأيك بالذي يتحدث عنه ضيفي؟ إلى أي مدى اليوم هكذا اتفاق وصفه العديد من القوى بأنه اتفاق ثنائي بالفعل سيضع السودان على مسار الديمقراطية والحكم المدني المطلوب؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دار أعرف ما هي القوى السياسية الرئيسة التي تتحدثين عنها والتي وصفت هذا الاتفاق بأنه اتفاق ثنائي. مع احترامي لزميلي مرتضى، أنه حزب الأمة هو أول من نادى بالعودة لمنصة التأسيس منذ حياة الإمام الصادق المهدي، ولعل المبادرة التي قام بها حزب الأمة عقب عيد الأضحى المبارك، وكانت هي مبادرة حزب الأمة، ثم التقت فيها قوى سياسية رئيسة وسميت بمبادرة اللجنة الفنية، ثم عدلت إلى الحرية والتغيير، وكان كل هذه الاجتماعات تتم داخل دار حزب الأمة. ولكن سرعان ما قام حزب الأمة بالانسحاب من هذه المبادرة، وترك شرخا واضحا حتى في هيكله، إذ بغى معنا دكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة، وعادل المفتي الذي كان يشغل منصب أمين الاتصال السياسي، ومن ثم تقدم باستقالته. ولذلك فإن الذين يتباكون الآن على ذهاب السلطة الماضية هم الذين ظلوا يستفيدون من هذه السلطة. وعندما نتحدث عن ثنائية الاتفاق ما بين برهان وبين حمدوك، هذا حديث يجانبه الصواب، باعتبار ان الفريق او اللواء بور مناصر كان هو واحد من العناصر الاساسيه
في المبادرة الوطنية، ولعلنا بالأمس ونحن نستعد لتوقيع هذا الاتفاق كان يجلس جواري الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة، وكان يجلس قبالتي اللواء بور مناصر، وسرعان ما تم اتصال بالواثق البرير الذي يجلس بجانبي والذي انتحى جانبا ثم توجه إلى بور مناصر وأخذ بور مناصر وطلع. حتى عندما قلنا له إلى أين تذهب قال لا أنا داير اللواء في مشاورة بسيطة، وسرعان ما ذهب حتى كرسيه كان هذا يؤكد أنه هنالك قوى سياسية وأحزاب وجدت حظ من السلطة ظلت تتباكى عليه الآن، ودي فترة انتقالية يعني معلومة أن كل قوى سياسية تحاول. لا يمكن أن نحصر المسألة اليوم فقط بحزب الأمة، هناك معارضة، هناك شارع غاضب. أنا أتحدث كحزب الأمة كنموذج لو سمحتي. كيف سيتم التعامل مع هذا الرفض سواء كان من قوى سياسية أو حتى من الشارع الرافض للمضي قدما بتنفيذ هذا الاتفاق؟ أنا تحدثت عن حزب الأمة كنموذج لأن الذي بالجانب الآخر ينتمي إلى حزب الأمة. أنا من شوية وأنا جاي عليكم كنت مع الأخ ياسر عرمان وحمدت له السلامة، وكنا أيضا مع قوى سياسية رئيسة ندير هذا الحوار. الآن نحن تحدثنا عن ضرورة العودة لمنصة التأسيس، هنالك قوى سياسية استحوذت بملف السلطة والثروة وهي تتمثل في حزب الأمة، التجمع الاتحادي، المؤتمر السوداني وحزب البعث. الآن دكتور حمدوك كان يفتكر أن هذه الحاضنة السياسية التي يتحدث عنها مرتضى هي مكونة من قوى الثورة السودانية. قوى الثورة السودانية هنالك أكثر من 120 تنظيم سياسي وقعوا على إعلان الحرية والتغيير، وتم حصر هذه المسألة في 4 تنظيمات. الآن نريد أن نوسع هذه الدائرة، رجعنا إلى أساس الوثيقة الدستورية التي تحكم هذا الاتفاق، ولعلك أشرت إلى أنه مرجعية هذا الاتفاق هي الوثيقة الدستورية. الآن نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، نحن كقوة سياسية سنذهب إلى الشارع السوداني لاستنهاض أحزابنا استعدادا للوصول إلى انتخابات وهي التي نص عليها كذلك في هذا الاتفاق. إذن الذين يتباكون الآن على هذا الأمر لا يريدون أن نذهب إلى الانتخابات، وبالتالي أكثر من عامين مضت لم نرى مفوضية صناعة الدستور، لم نرى مفوضية الإحصاء والتعداد السوداني، لم نرى مفوضية الانتخابات. الآن نحن نريد أن نستكمل هياكل الفترة الانتقالية وأن يكون الشارع هو الفيصل في من يقدم ومن يؤخر. نحن نعلم أن حزب الأمة حزب كبير مثله ومثل الحزب الاتحادي الديمقراطي لديهم سند جماهيري، وبالتالي نحن طواقون للانتخابات. أما الأحزاب التي لا سند لها جماهيري تريد أن تستمر الفترة الانتقالية لأكثر من 3-4 أعوام، ولعلنا في هذا اتفقنا مرارا وتكرارا مع الإمام الصادق في ضرورة تقصير ظل الفترة الانتقالية. الآن العودة إلى منصة التأسيس تعني مشاركة كل القوى الوطنية السياسية التي أحدثت التغيير في البرلمان لمراقبة على هذه الثورة. النقطة لاحقاً الآن بعودة محمد، وإذا ما كان ممكن بالفعل إتمام شمولية هذه القوى بالسودان. لكن الآن دعني أعود إلى ضيفي السيد مرتضى. سيد مرتضى، أليست مصلحة السودان هي الأولوية اليوم لكل السودانيين؟ يعني إذا ما كان الاتفاق يتعهد بالالتزام بالوثيقة الدستورية، يتعهد باستكمال المؤسسات هياكل السلطة اليوم، فلماذا هذا الرفض لهذا الاتفاق؟ يا عزيزي الفاضل، أنا حقيقة حارجة لما حدث به الزميل محمد سيد أحمد. حقيقة حزب الأمة حزب هو الحزب الأطلق كل المبادرات من أجل الوحدة ومن أجل الاستقرار ومن أجل وبما فيه العقد الاجتماعي، ودعا كل القوى السياسية كما ذكر ضيفك في دار حزب الأمة. وحزب الأمة القوى السياسية كلها، قوى الحرية والتغيير اجتمعت في دار حزب الأمة، وهي هي هي القابضة على الجمر، وهي اللي بتدعو إلى 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 إلى, إلى الانتخابات وتدعو لنجاح الفترة الانتقالية. لكن كون يكون اتفاق يخصي كل الحرية وقوى الحرية والتغيير ويجي عن طريق حمدوك والبرهان، ده كلام غير مقبول وما بودينا الانتخابات. ونحن أصحاب
أكبر قاعدة، وحديثه عن أنه اقتتلت المسألة في أربع أحزاب ده كلام للاستهلاك، ما كلام ما صحيح. أول حاجة القوة اللي وقعت الإعلان السياسي، وقعت الإعلان السياسي كانت 41 في قاعة الصداقة، واكتمل التوقيع إلى أكثر من 100 من القوى السياسية السودانية، وهو يعلم ضيفك انه هو من كان حضورا في 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 دار حزب الامه باستمرار، ويعلم تاريخ حزب الامه وما يصبو اليه حزب الامه. حزب الامه حزب تاريخي وحزب وطني من الدرجه الاولى. سيد مرتضى، من ابرز يعني الكلام فضلي حتى استفهم منك، يعني من ابرز بنود الاتفاق كان اجراء حوار مع كل قوى الثوره الحيه. كيف نفهم ذلك؟ وإلى أي مدى اليوم حتى الرافضين لهذا الاتفاق يمكن بالفعل أن يجلسوا على طاولة الحوار؟ الحوار يا عزيزة الفضلة كان يكون قبل التوقيع، مش تمودجرتك. يعني تم التوقيع وخلاص، يعني الناس يمشي في المسار ده أو أمرضوا. ده ما يعني غير كلام غير مقبول، وما مقبول للشارع. وانت شفتي ما يعني لاحظتوا يعني مسخر الشارع بالامس بعد الاتفاق كان شكله شنو؟ ولذلك احنا كقوه سياسيه اساسيه وقوه سياسيه مسؤوله نفتكر انه اي اتفاق لازم يتم عبر الطرفين، الحريه والتغيير، المكون المدني والمكون العسكري. ده اختزلوه في شخصين، يعني في الفريق البرهان وفي دكتور حمدوك. والشعب كان بيراهم دكتور حمدوك وكان مساند حمدوك، لكن حقيقة دكتور حمدوك خزل الشارع في توقيعه للاتفاق بدون الرجوع للشارع، بدون الرجوع للقوى السياسية، بدون الرجوع لأصحاب الثقل. يعني المسخر بتاع امبارح اللي كانوا موجودين وقعوا داخل القصر الجمهوري ديل هم القيادات اعتصام القصر، يعني وهم استمروا رغبتهم بحريه التغيير تو. سيد محمد، كيف يمكن الحديث عن حوار جدي مع كل قوى الثوره الحيه اليوم بعدما تم التوقيع على الاتفاق اصلا، واليوم هناك من يرفض كل هذا الاتفاق؟ طيب، اول حاجه حديث الاخ مرتضى عن انه الموجودين كانوا يمثلون مجموعه قحط تو او اعتصام القصر، ينفيه وجود رئيس حزب الأمة والأمين العام لحزب الأمة الذي انسحب قبل التوقيع بدقيقتين، والذي كان يعني جزء أساسي في صناعة هذا الاتفاق. نمرة اثنين، الحوار مع قوى الثورة. نحن نتحدث عن لجان المقاومة، نتحدث عن الشابات، عن الشباب، عن كل القوى التي خرجت في صبيحة 13 ديسمبر 2018 وظلت تحتل الشارع. ماذا عن قوى الحرية والتغيير إلى إسقاط النظام؟ وقوى الحرية والتغيير نفسها نحن محتاجين الآن. أنا بقول لك جاي من لقاء أخونا ياسر عرمان في معية عدد كبير من القوى السياسية، قدمنا نقد ذاتي لتجربة فاشلة استمرت عامين. نريد أن نعيد بناء الحرية والتغيير برؤية جديدة، بتواسق جديد، بميثاق جديد يكون فيه الكل يتساوى في الكسب الذي حدث لكل القوى السياسية في هذه الثورة، ومن ثم تسحب هذه القوى السياسية مع منظمات المجتمع المدني، مع فصائل الثورة الحية إلى البرلمان لمراقبة الحكومة. نريد الآن لعل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وكل دول الخليج وأمريكا دفعت بهذا الاتفاق. هذا ما يهمنا، نحن لدينا الشعب يحتاج إلى مساندة، يعني يحتاج إلى إلى حل أزمته الاقتصادية. وبالتالي هذه الأحزاب، لو سمحتي لي، أستاذة، هذه الأحزاب التي تسبست بالسلطة لم تقدم للشعب السوداني ما يجعل الشعب السوداني يخرج من أجلها. ولذلك أنا الآن أحتاج إلى سند دولي. السند الدولي كان موجود في اللجان الذي تم أمس. في غياب، يعني لا يمكن تجاهل هذه القوى اليوم وهم يشكلون عدد كبير في السودان، فإلى أي مدى تبدو مهمة السيد حمدوك بتنفيذ ما تعهد به بالمضي قدما وباتجاه المسار الديمقراطي ستكون سهلة برأيك في غياب هذه الحاضنة السياسية؟
الآن حمدوك ترك له الجمل بما حمل، ترك له تكوين حكومة بتاعت تكنوقراط، حكومة بتاعت كفاءات من شخصيات مستغلة لا تنتمي لأي تيارات سياسية ولا لأي قوة سياسية، وبالتالي الرهق الذي كان يسقي الكاهل دكتور حمدوك من حاضنة سياسية ما موجودة على الأرض، هذا هو الذي يمكن دكتور حمدوك من تقديم حكومة جديدة تستطيع أن تفي بمتطلبات المرحلة. يعني حتى أنا أذكر في واحدة من اجتماعات الشركاء عندما تحدث الأخ علي السنهوري مع حمدوك أنه كل والي أو كل وزير يفتكر أنه الولاية إقطاعية يفعل فيها ما يشاء، دكتور حمدوك قال لي هذه بضاعتكم ردت لكم، أنتم أتيتوني بوزراء جاهزين، هذا الوزير في المنصب الفلاني وهذا الوزير في المنصب العلاني، ولم تكن لدي حتى مجرد الاعتراض أو إبداء الرأي. الآن الكرة في ملعب دكتور حمدوك ليقدم كفاءات جديدة سودانية وطنية غير محزبة تستطيع أن تمضي بالفترة الانتقالية إلى نهايات يعرفها الشعب السوداني وينتظرها الذين لديهم سند جماهيري في انتخابات قادمة، وهذا ما نصد عليه هذا الاتفاق. سيد محمد، يعني ضيفي يتحدث عن بناء الحرية والتغيير برؤية جديدة واستراتيجية جديدة تتماشى مع هذه المساعي الديمقراطية. اليوم هناك أيضا قوى وأحزاب تريد أن تتقدم بمسار العملية، يعني مسار الديمقراطي للسودان. ما الذي يمكن القيام به؟ هل يمكن بالفعل العودة والجلوس إلى طاولة الحوار حتى تبقى قوى الحرية والتغيير جزء لا يتجزأ من هذه العملية الانتقالية؟ ابتداء قوى الحرية والتغيير تم اختطافها يوم 16/4 في دار حزب الأمة. عذرا، بعد السؤال سقوط النظام بخمس أيام، وأنا كنت واحد. السؤال للسيد مرتضى. أوكي. نعم سيد مرتضى، كنت أسأل أنه اليوم هناك قوى راغبة بالمضي نحو المسار الديمقراطي، هناك اتفاق، هناك أمر واقع، فكيف يمكن التعامل مع ذلك حتى تبقى قوى الحرية والتغيير جزء لا يتجزأ من هذه العملية الانتقالية؟ حقيقة أنا يعني هرجع لكلام سيد محمد قبلي عن وجود رئيس حزب الأمة والأمين العام. حزب الأمة مؤسسة يعني معلومة وطلعت بيان قبل التوقيع، يعني مجرد ما حصل الإرخاصات والإعلام بأنه تم اتفاق، حزب الأمة طلع بيان حدد فيه موقفه تماما. أما وجود حزب الأمة سوف يظل موجود في كل الحوارات وفي كل اللقاءات، لأنه حزب مؤثر في الساحة السياسية وعنده ثقل معلوم، وما في حد يتخطاه أي يعني حوار جودية حزب الأمة لازم يكون فيها يبدي رأيه فيها. لكن القرار في حزب الأمة قرار مؤسسات مش قرار أفراد. يعني الآن حزب الأمة قال طلع الأمين العام الناطق الرسمي طلع بيان باسم الحزب فيما أعلن. أما فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري ده الآن غدا حيجتمع المكتب السياسي ويناقشوا ويطلع فيه رؤية واضحة جدا. نحن حزب مؤسسات ولسنا يعني مجموعات ولا صداقات ولا تهريج، ده حزب يعني ماشي في مسار واضح. أما القوى السياسية المنضبطة هي يفترض إنها تمشي في المسار الوثيقة الدستورية. عندنا وثيقة دستورية توثقنا عليها يعني كمكونات سودانية مدنية وعسكرية، لازم الالتزام بالوثيقة الدستورية. الآن يعني امبارح حصل انه فك صراحة اطلق ايش اسمه عاد حمدوك، اين البقية يعني؟ وبعدين ثم ثانيا الآن الانقلاب ده شرعا اعاد المؤتمر الوطني بالكامل. نعم. سيطر المؤتمر الوطني في خلال اسبوعين على معظم دوائر الدولة، رفض وتعيين. شكرا. يفصل ويعين مؤتمر وطني. يعني لو استمر المسألة دي اسبوعين ثاني كان المؤتمر الوطني قطع على كل الدولة السودانية. وده اللي الشيء الذي نحن نرفضه. نحن قاتلنا المؤتمر الوطني. سيد مرتضى،
شكرا جزيلا لك مرتضى ابراهيم بابكر من الخرطوم، مساعد الامين العام لحزب الامه القومي وعضو المكتب السياسي بالحزب، معي ايضا من الخرطوم. والشكر جزيل لك محمد سيد احمد، مقرر المجلس القيادي لنداء السودان والمنسق العام للجبهه الثوريه ورئيس مسار الشمال.